اليوم رح نحكي عن قمشة الدنم وكيف فينا نستفيد منها بعد الطرق. أول أوبشن رح نحكي عنه هو الدنم يلي بيجي نفس لون الجينز، يعني القميص والجينز مثل بعضهم. هذا اللوك هو لوك سبورت أكتر، فينا نلبسه مع كونفرس أو سنيكرز أو مع فلات. تاني لك اخترته هو الشميز الفاتح مع التنورة الغامقة، اللي شفنا تنانير كتير درجو كانوا دايجين قبل زمان. ولهذا اللوك نقيت الشميز الفاتح يلي بيجي على لون البيبي بلو مع الدنم سكيرت يلي بيجي لونه أغمق بكتير. واخر لوك رح نقيه هو التنورة الجينز الطويلة اللي بتجي غامقة مع الجيلي الحفر يلي بتجي افتح منها بكتير درجات. بهذا اللوك حبيت حط هيلز يجي برونز او جولد ليعطيه this feminine look. هذا كان كل شيء لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا. Don't forget to subscribe on Lulia channel and follow me on my social media. ضحكت؟ لا. اوكي. يلا.